شرعت إسبانيا وبشكل رسمي في تنزيل اعترافها بمغربية صحراء وسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية بالجريدة الرسمية وفي جميع الوثائق الحكومية. ظهر هذا التأكيد في مناقصة لتجديد مدرسة السلام الإسبانية المتواجدة بمدينة العيون، كبرى مدن الأقاليم الصحراوية المغربية، مصحوبة بسلسلة من الوثائق التي تم فيها تحديد المدينة على أنها أرض مغربية. ويشكل هذا الموقف تكريساً لقرار الحكومة الإسبانية باعتبار مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب الحل الوحيد الكفيل بتسوية النزاع حول الصحراء المغربية. رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز سبق أن أكد أن العلاقات مع المغرب الجار والشريك الاستراتيجي تشكل شأناً للدولة يتطلب سياسة دولة. وقال سانشيز أمام مجلس النواب الإسباني إن الحكومة مصممة بشكل راسخ على تدشين مرحلة جديدة في العلاقات القائمة بين البلدين بخارطة طريق واضحة وطموحة، مشيراً إلى رغبة إسبانيا في إقامة علاقات مع المغرب تتناسب مع بلدين جارين لهما أهمية استراتيجية في مجال التحكم في الهجرة وعلاقة اقتصادية وتجارية وفي مجال محاربة الإرهاب. سانشيز في رسالته للملك محمد السادس في 18 من مارس 2022 أكد أن إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف حول الصحراء، وأنه يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، مشدداً على الجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب بالأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف.